يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتبقى حلقات مهمة وفيها تفاصيل كتير جدا جدا بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وده أهم شيء نتطرق ليه على مدار حلقات الترند المختلفة. وإن أسعفنا الوقت ممكن نتطرق لبعض الجوانب المحلية والعالمية نتكلم فيها في ظل البطولات العديدة اللي بتتلعب في هذه الأيام، وبطولات كلها في الحقيقة بطولات مهمة جدا. لكن الأهم بالنسبة لنا المرحلة الحالية بالنسبة للنادي الأهلي، واللي بتشهد تحديات كثيرة جدا بالتحديد للفريق الأول لكرة القدم، وتحديات على مختلف الأصعدة، سواء الصعيد فيما يتعلق بداخل الملعب والبطولات اللي بينافس فيها النادي الأهلي، أو حتى كمان فيما يتعلق بخارج الملعب والشغل النفسي اللي ابتدى كتير جدا يظهر خلال الأيام الحالية والحرب النفسية اللي بتتعمل على النادي الأهلي. عندنا رد كتير جدا جدا في كل هذه الجوانب وتوضيحات أيضا مهمة. لكن الأهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال الحلقة النهاردة: هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراة سموحة غدا؟ هاخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة الترند. دايما بيكون في عناوين مهمه لكل حلقه، نشوف اهم العناوين النهارده. يلا بينا. في ترند الاهلي: الفريق يختتم استعداداته لمباراه سموحه. كمان في ترند الاهلي: حكم بروندي يقود نهائي دوري ابطال افريقيا. واخيرا نهائي افريقيا يقام بدون جماهير. طيب سريعا كده، ايه اهم الماتشات النهارده في اليورو؟ خلاص المباريات كلها مهمه، تحديد في دور ربع النهائي واخر يوم في الدور ده النهارده، ماتشين مهمين قوي الساعه 6. كمان ساعه التشيك هتلعب الدنمارك، اللي يكسب يتاهل لدور نصف النهائي. الساعه 9 بالليل اوكرانيا هتلعب انجلترا، واللي يكسب يتاهل لدور نصف النهائي عشان يكملوا طبعا الرباعي اللي في دور نصف النهائي بعد تاهل بالامس كل من ايطاليا واسبانيا اللي هيواجهوا بعض في دور نصف النهائي من بطوله اليورو، وطبعا هتبقى مواجهه قويه جدا. كمان في كوبا امريكا، اوروجواي هتلعب كولومبيا الساعه 12 صباحا، مباراه ايضا مهمه في دور طبعا ربع النهائي من الكوبا امريكا. دي اهم المباريات حول العالم النهارده. طيب بعد الفاصل استنوني عشان في كلام مهم جدا جدا هنتكلم فيه، وردود غايه في الاهميه تتعلق بما يقال دائما على النادي الاهلي ويتعلق بالتوجهات اللي بتحصل والحرب النفسيه اللي بتقام حاليا ضد النادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. اللي مش واخد باله ان في حرب نفسيه بتتعمل على النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه يبقى هو مش عايز ياخد باله. واضح جدا واضح جدا ان في استهداف للاهلي واستهداف لتشتيت اذهان لاعبي الاهلي، سواء فيما يتعلق ببطوله الدوري. تمام، وانا ممكن اتفهم الحته دي قوي لما يكون في بعض الاعلاميين او بعض الشخصيات منتميين لنادي تاني نفسهم وحق مشروع ان هم يكسبوا بطوله الدوري، بيحلموا نفسهم، خليهم يحلموا، مفيش اي مشكله خالص. والبعض اللي بيحاول يشتت اذهان اللعيبه والجهاز الفني والمنظومه كلها قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. ليه؟ لان هم اكيد نفسهم برضو ان الاهلي يخسر بطوله دوري ابطال افريقيا. اللي مش واخد باله من الحته دي يبقى اكيد مش عايز ياخد باله. احنا دلوقتي ابتدت الحرب، مش عايز اقول حرب لان الحرب المفروض ما تبقاش موجوده في الرياضه، لكن انا مش بتكلم دلوقتي على ارضيه الملعب، مش بتكلم على التنافس داخل الملعب، انا بتكلم على التنافس خارج الملعب وبطرق للاسف سيئه جدا. فاللي عايز يتشهر بيتكلم على الاهلي، اللي عايز الناس تاخد بالها منه بيتكلم على الاهلي، اللي عايز يتصيد كده من الاخر بيتكلم على الاهلي. ليه؟ لان الاهلي اكتر شعبيه في مصر واكتر جماهيريه في مصر والوطن العربي، فريق ليه شعبيه غير طبيعيه. فانا لو اتكلمت على الاهلي فانا الناس هتقول ايه الحق ده قال كذا على الاهلي. لو اتكلمت كلام ايجابي فهيبقى ده الطبيعي، لو اتكلمت كلام سلبي الناس هنا ممكن ساعتها تاخد بالها مني، ممكن. تمام، وده اللي للاسف بيحصل. وهو بيحصل ليه؟ لان البعض بيتخيل ان بعد تعادل الاهلي مع بيراميدز فان الفرص عند نادي الزمالك المنافس للاهلي على بطوله الدوري زادت، ان هو يفوز باللقب بعد غياب سنين. فهم مش مصدقين نفسهم، مش مصدقين نفسهم ان ايه ده، ايه ده، ده في منافسه بين الاهلي والزمالك على البطوله، المنافسه اللي احنا ما بنشوفهاش بقالنا فتره. كنا بنشوف فرق 20 نقطه وبنشوف الاهلي بيجي من الاخر ياخد الدوري وحاجات زي كده،
لا ده الاهلي عنده ماتشات متاجله كتير، والزمالك بيكسب ماتشات كتير تمام، وفارق عن الاهلي 7 ماتشات، فده ضغط على الاهلي. لا احنا لازم نساعد الزمالك في كده، احنا لازم ندوس على الاهلي في كده، احنا لازم نعمل حرب نفسيه وضغط مش طبيعي على الاهلي عشان نكسب الدوري، وده اللي بيحصل وما عنديش مشكله فيه. اعمل اللي انت عايزه، الاهلي مش شايفكم، الاهلي مش واخد باله منكم، الاهلي عارف هدفه وهيوصل له باذن الله تعالى. بطوله الدوري في ايد الاهلي، ده امر اكيد وامر واضح، وده اللي هم مش واخدين بالهم منه. حبيبي حبيبي الاهلي قطع عدل مع بيراميدز فخسر نقطتين غاليين، متفق معاك، ونقطتين اسهل من كده مفيش، متفق معاك، وده امر وارد في كره القدم، مفيش مشكله باخطاء بكلام من ده، ده بيحصل في الكوره مفيش اي مشكله خالص. لكن انت مش واخد بالك ان الاهلي لحد دلوقتي لو فاز بكل مبارياته المؤجله باذن الله تعالى يبقى هو المتصدر بفارق نقطتين، ففرصه ايه؟ كبير. الزمالك ناقصه كام ماتش؟ 7 ماتشات، الاهلي لسه ناقص له 14 ماتش. فلو كسبهم، نفترض الاهلي كسب كل ماتشاته والزمالك كسب كل الماتشات، فهيبقى الفرق نقطتين للاهلي. طيب الاهلي تعثر مباراه واحده اتعادل فيها، وتعادل مع نادي الزمالك بعد اخر جوله في الدوري في عدد النقاط، مين بطل الدوري؟ الاهلي. بايه؟ بالمواجهات المباشره، الماتش بتاع محمد شريف بتاع الفرقه كلها، انا قصدي اهداف محمد شريف يعني 2-1، وماتش التعادل في الماتش الثاني 1-1. فالاهلي هو اللي عنده الافضليه للفوز ببطوله الدوري، لكن هم مش واخدين بالهم بكده، من كده هم شايفين ان لا ده فرصهم بقت كبيره، مش مصدقين ومش مستوعبين الوضع الحالي، لان الاهلي عود الجميع على الفوز ببطوله الدوري بفارق كبير جدا من النقاط السنه دي. هل ده معناه ان في منافسه، معناه ان الاهلي وحش؟ لا، معناه ان كان في ظروف كتير جدا مر بيها النادي الاهلي على مدار الموسم، سواء فيما يتعلق بغيابات، بضغط مباريات، بتعدد المنافسات اللي بياخدها النادي الاهلي، وبحجم الطموح والاحلام اللي موجوده عند لعيبة النادي الأهلي، وفي ظروف تانية كتيرة جدا خدمت المنافس، سواء بتتكلم مثلا على جانب تحكيمي، بتتكلم على ظروف إن الأهلي بيلعب في أفريقيا فمش متفرغ بس للدوري، وإحنا عارفين الأهلي لما بيتفرغ للدوري الأمور بتختلف. فبإذن الله الأهلي مكمل في مسيرته وهيحاول يحقق أهدافه وأحلامه اللي متعود عليها جمهوره من خلال الحفاظ على كل الألقاب اللي فاز بيها السنة اللي فاتت، والأهلي فاز بكل الألقاب الممكنة على مدار الموسم الماضي، فالأهلي مستمر في الجزئية دي. بالتالي تعال لي بقى نتكلم عن شخص 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 شخص، وهبتدي بالشخصية المسلية، احنا متفقين على كده في حلقة من حلقات الأسبوع اللي فات، احنا متفقين على ان في شخصية مسلية ومضحكة جدا جدا بيستهدف دايما الهجوم على النادي الاهلي وعلى المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. واهدافه من كده ايه؟ هو الراجل كان صريح وانا بحترم فيه قوي صراحته، قال لك الاهلي ما شغلنيش في قطاع الناشئين، وقناه النادي ما استضافتنيش ولا فكرت ان هي تستضيفني، فانا بهاجم الاهلي عشان كده. يعني الراجل واضح بيقول انا مش بتاع كره ومش بحلل، انا ماليش في الكلام ده، انا بصفي حسابات. فانا بحترم فيه جدا وضوحه، لكن اللي عايز أأكده وبرضه مش هديله شرف إن اسمه يتقال في قناة الأهلي، دي وجهة نظري، ممكن زميل ليا في القناة يكون ليه وجهة نظر تانية بحترمها، لكن دي وجهة نظري إن أنا مش هديله شرف إنه يتقال اسمه في قناة النادي الأهلي، لأن هو واحد لو اتكلم بالمنطقية محدش هيشوفه، محدش هيتفرج عليه. أنا بس عايز أسأله سؤال، هي إيه المعايير اللي من المفترض انك تقيم بيها المدير الفني؟ ايه هي؟ لما يكون موسيماني اللي هو بيهاجمه وبيقطع فيه دايما واخد توجه ضد موسيماني، حتى لو موسيماني ده جاب كاس العالم للانديه، هو مدرب وحش، وجهه نظره ملهاش اي قيمه من الاخر يعني، برضه عشان نبقى واضحين مع بعض، بس احنا لسان حال جمهور النادي الاهلي، او احنا دايما بنحب نتواصل مع جمهور النادي الاهلي، فالجمهور بعت لنا عدد من الفيديوهات واحنا شفنا الفيديوهات دي وشفنا ان لازم نعلق عليها يعني. فبالتالي ايه المعايير اللي بتقيم من خلالها موسيماني؟ واحد خد دوري ابطال افريقيا مرتين، مره مع سان داونز ومره مع الاهلي، وفي طريقه باذن الله تعالى ان هو ياخد الثالثه. واحد خد برونزيه كاس العالم، واحد خد كاس مصر، واحد بينافس على بطوله الدوري السنه ان شاء الله ياخدها، واحد خد السوبر الافريقي ان شاء الله ياخد السوبر المصري،
واحد بيحقق أرقام ونتائج مش طبيعية ممتازة، هل ده معناه ان هو ده مدرب وحش، ولا المفروض ان الطبيعي والمنطقي اللي الناس العاقله بتتكلم فيه ان لا هو مدرب واضح انه كويس، مش معنى كده ان هو خارج او مش ما ينتقدش يعني، لا هو ممكن ينتقد ممكن يغلط، مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد فوق النقد طبعا، لكن لازم النقد يكون بمنطقي. ولا انت معاييرك ان مدرب كويس هو اللي يمسك فرقه بدل ما ينزل بيها درجه تانية بس ينزل بيها درجه ثالثه، هو ده المدرب الكويس؟ انا مش فاهم، مش قادر افهم، مش قادر افهم ايه العقلية دي، ايه التفكير ده. برضو عشان نبقى متفقين، ودي حاجة احنا اتكلمنا فيها قبل كده الاسبوع اللي فات، وقلنا ان ده واحد راس ماله الهبد، اكل عيشه الهبد، اكل عيشه ان هو يقول كلام غير منطقي عشان الناس تتفرج عليه. ده واضح ولا مش واضح؟ واضح. هي دي سياسته؟ اه هي دي سياسته. لو قال كلام منطقي محدش هيشوفه ومحدش هيعرفه. ومش معنى ان اي واحد يا جماعه لعب كوره وكان لعيب كويس يبقى بالتالي او الناتج الطبيعي ان هو يبقى محلل او مدرب كويس، لا خالص. احنا شفنا احسن لعيب في تاريخ الكوره مارادونا الله يرحمه، كان لعيب احسن لعيب في التاريخ. هل كان مدرب كويس؟ لا كان فاشل. هل كان محلل كويس؟ لا كان محلل فاشل. هو نفس الموضوع، هو مدرب فاشل ومحلل فاشل، ما عندوش اي فكرة خالص خالص تاني. فالناس اللي زي دي انا بطلب من جمهور النادي الاهلي ما تبصلهمش، ما تدهمش اي اهمية. للأسف الشديد ده واحد مر على النادي الاهلي وبيقولك ان الاهلي بيكسب بالحظ وربنا عايز الاهلي يكسب. طبعا كل حاجة بعد توفيق المولى عز وجل، والتوفيق ما بيحلفش غير المجتهد واللي بيشتغل صح، مش بس كفرقة وكمدير فني، لا كمنظومة بالكامل. انت عديت على المنظومة دي بس ما شربتش منها اي حاجة، لان انت للأسف كنت مريت على محطات أثرت في ثقافتك بشكل او بآخر، مع كامل الاحترام لشخصك يعني. لكن في نفس الوقت دي امور كلها واضحة، احنا بس بنلقي الضوء عليها وبنفكر بيها الناس. الاهلي نادي ومنظومة بتعرف تشتغل بالشكل اللي يؤدي في النهاية للنجاح. طيب هو بيتكلم وبينتقد بعض الأسماء وبعض اللاعبين بخلاف موسيماني اللي هو لازم يكون بالنسبة له أسوأ مدرب في الدنيا. هو واخد توجه خلاص، احنا عرفنا بقى الجزئية دي. لكن اللعيبة طبيعي ان هي تغلط، الأهلي عنده لعيبة كبيرة، بس لما تيجي تشوف الغلطات بتاعت اللعيبة دي قبل ما تنتقدهم، ها ممكن تنتقدهم بس قبل ما تجرح فيهم او تذبحهم، ها بص على تاريخهم مع النادي، بص على مسيرتهم ومشوارهم مع النادي، بص على بطولاتهم مع النادي. فبالتالي يا جماعه الراجل ده اللي هو راس ماله الهبد واكل عيشه الهبد، ما تركزوش معاه، سيبوه مع نفسه كده، سيبوه يتكلم مع نفسه كده يقول اي حاجه. التركيز معاه هو اللي مخليه زايد وبيتمادى فيها، ومش هنديله الشرف ان احنا نتكلم عن اسمه في قناة النادي الاهلي خالص. ادي رقم واحد. رقم اتنين هتكلم عليه، بس هروح لفاصل الاول، وبعد الفاصل نشوف بندق وكلامه على النادي الاهلي ومتابعته لمباريات النادي الاهلي، ونشوف كمان الاهداف والحرب النفسية اللي بتحصل دلوقتي على النادي الاهلي، وهنتكلم بتفاصيل اكتر بعد ما خلصنا مين كلامنا على مين، خلاص على الشخصية المسلية. بعد الفاصل استنوا. كم الفرحة اللي بتبقى عند الأستاذ بندق لما الأهلي بيتعادل، مش بيخسر، لما الأهلي بيتعادل بتبقى غير طبيعية، الفرحة بتنط كده من عينيه والله بجد. أنا مش متابعينه خالص بصراحة عمري، لكن في نفس الوقت ناس كتير بعتت لي فيديوهات ليه بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز، معرفش بقى حلقة امبارح ولا أول معرفش، بس يعني شفت الفيديوهات واستغربت جدا جدا إن بعض أو بما إنه هو إعلامي في قناة فقوية فبيحتفل وبيفرح جدا بتعادل المنافس او بخسارته. رغم ما تجيش تقول لي بقى دلوقتي اصلها عشان المنافسه مش المنافسه، لا ما انت طول عمرك كده يعني، طول عمرك هو الزمالك بينافس الاهلي على افريقيا، لا بس انت بتفرح لما الاهلي يخسر او لما الاهلي يتعادل في افريقيا، فالفرحه بتبان في عينيه اكتر ما بيفرح بفوز فريقه. للاسف للاسف الشديد، او مش للاسف هو حر يعني،
لكن في كل الاحوال انا هرد في اللي يخصنا احنا، لان في حاجات صغيره كده مش هطول بصراحه في موضوع بندق، في حاجات تخصنا كده لازم نعلق عليها ولازم ان احنا نلفت ليها النظر. اول حاجه واضح جدا كم الحقد والكره والعقد اللي سببها له الاهلي في شخصيته وهو بيتكلم على النادي الاهلي، شخصيته وهو بيتكلم على النادي الاهلي، كامل الاحترام للشخصيه كشخصيه، انا بتكلم كاسلوب تفكير او طريقه كلام على النادي الاهلي او فرحه مبالغ فيها بعد ما الاهلي يتعثر، رغم ان الاهلي ده اللي وافق انه يشارك في مهرجان اعتزاله ونجحه له، يعني الاهلي نجح له مهرجان اعتزاله، لما جه اعتزل طلب من الاهلي وتحايل على الاهلي تعالى والنبي شارك في ماتش اعتزالي، جه الاهلي ونجح ماتش الاعتزال بسبب تواجد الاهلي، ورغم كل ده هو بيحقد وبيكره الاهلي. يعني ممكن اكون مشجع الاهلي بس انا ما بكرهش الزمالك، انا ممكن اكون مشجع الاهلي بس انا ما بحقدش على الزمالك، نادي ليه جماهيريه تحترم ونادي كبير اسم كبير زي الاهلي، الاهلي بطولاته اكتر جماهيريته اكتر، بس مش معنى ان انا بحترم الاهلي او انا مشجع اهلاوي ان انا ما احترمش الزمالك، يعني مفيش منطق بيقول كده. ففي نفس الوقت هو بيحاول دايما ان هو يستفز جمهور الاهلي وبيتكلم في برنامجه على الاهلي اكتر ما بيتكلم على الزمالك، ده الطبيعي بعد ما المداخله اياها خلصت خلاص ما بقتش موجوده اللي كانت بتاخد الحلقه كلها، فهو بقى عنده فرصه ومساحه للكلام، معذور كان ساعات قبل كده كان بيعمل كده وخلاص فما كانش عنده مساحه يتكلم، دلوقتي بقى عنده مساحه، فمساحه هيخلصها في ايه؟ في الكلام على الاهلي. طيب انا اكتر حاجه بقى غريبه بالنسبه لي ومستغربها جدا في كلامه بعد ما شفت الفيديوهات او فيديو بالتحديد ليه، يعني لما قال لك ايه الاهلي دخل فيه جون القاضيه ممكن، قعدت اضحك ضحك مش معقول انت بتقارن ايه بايه؟ ودي مش اول مره في الحقيقه ان هو يقول على اي جون جه في الاهلي ان ده جون القاضيه ممكن، دي عقده من ضمن العقد صح ولا لا؟ رد علي صح ولا لا؟ عقده من ضمن العقد صح. هل يا جماعه من المنطقي ان اي هدف يتلقاه النادي الاهلي في منافسه محليه في منافسه فيها تعويض مش مباراه خسر بيها الاهلي بطوله ان هي تبقى القاضيه ممكن وتتقارن بالقاضيه ممكن الحقيقيه اللي كانت في الدقيقه 85 45 ثانيه اللي كانت في نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه القرن اللي كسبت الاهلي بطوله غاليه اللي وصلت الاهلي كاس العالم اللي ابكت بندق واحبطته، هل ينفع دي تتقارن بدي؟ لا طبعا، ما حدش فيش اي حد يقول لك ان جون قفشه وتوقيته والعباره بتاعته القاضيه ممكن ينفع تتقارن، فاكر ان انت كده هتمحيها؟ ما تحاولش دي حاجه، واي جون يجي في الاهلي حتى لو في الدقيقه 95 حاجه تانيه. القاضيه دي اللي وصلت الاهلي كاس العالم اللي انت بتحلم توصل له بقالك كتير جدا، الاهلي حرمك قفشه حرمك من انك توصل كاس العالم، فما تحاولش تقارن القاضيه دي بالقاضيه دي. مقدر جدا كم الفرحه اللي عندك بتعادل الاهلي مش هزيمته، بتعادل بس الاهلي، مقدر جدا جدا انك مش مصدق ان ممكن يكون في فرص للزمالك، وده حق مشروع لنادي الزمالك المحترم ان هو يكسب الدوري، انت مش مصدق. ويا جماعه بعد اذنكم فرقوا ما بين كلامي على واحد بيتكلم في منظومه اعلاميه خاصه بنادي الزمالك وما بين احترامنا وتقديرنا الكامل لجمهور نادي الزمالك الكبير، انا دي عقليتي ودي ثقافتي، انا بحترم كل الجماهير، لكن لما يكون في كلام بنفس الطريقه دي لازم يترد عليه. احنا بنشكر بندق ان هو عمل ايه؟ ان هو بيفكرنا بالقاضيه ممكن رغم ان هي ما بتتنسيش، بس هو بيحاول كل فتره كده يفكر، هو يا عيني عنده عقد بسبب الاهلي، عقد كرويه عقد رياضيه ماشي بسبب الاهلي، ان الاهلي عامل له مشاكل، اكبر دليل ان هو بيتكلم على الاهلي بطريقه زياده عن اللزوم وزادت بشكل كبير جدا بعد القضيه ممكن اللي خليته يا عيني مش مصدق لحد دلوقتي، واللي انا واثق ان هو قعد بعديها اسبوع على اسبوعين ما بينامش وبيبكي. فما تحاولش يا بندق او يا استاذ بندق انك تقارن بين اي جون يجي في الاهلي في الدقائق الاخيره بجون قفشه اللي كان في الدقيقه
85 45 سنة. فاصل ونرجع نكمل. طيب عندنا أفضل حارس في أفريقيا، هل ده كلام مبالغ فيه؟ لا طبعا ده حقيقي. مش احنا ابدا ابدا اللي نستنى غلطه لنجوم الاهلي للعيبه الاهلي اللي متالقين واللي جايبين بطولات عشان نقطع فيهم، مش احنا، مش الاهلي هو اللي يعمل كده خالص خالص. بعد الماتش كنا متعصبين كلنا، متضايقين من غلطه زي دي ان هي خسرت الاهلي نقطتين. بيحصل، بس خلينا ندي كل حاجه او نحط كل حاجه في حجمها الطبيعي. في غلطه حصلت، حصلت من الشناوي، مفيش مشكله. ممكن يكون المدير الفني غلط، ممكن يكون المدير الفني غلط في بدايه المباراه، ايا كان رؤى مختلفة وكل واحد ليه رؤيته الفنية. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت لما الواحد بيهدى بعد الماتش يخلص كده بساعة ولا حاجة، بتفكر كده تشوف اللعيب اللي غلط ده تاريخه ايه، امكانياته ايه، شخصيته ايه. مش هتلاقي احسن من امكانيات وتاريخه شخصية عند الشناوي، وقدرات فنية غير طبيعية، ما شاء الله لا قوة الا بالله عليه. هل غلطة زي دي اللي الناس بتحاول تستغلها عشان تأثر على الشناوي اللي هو احد اهم لاعبي النادي الاهلي، فبالتالي يتأثر على النادي الأهلي بشكل عام، ممكن تأثر على شخصية الشناوي؟ لا مش هتأثر على شخصية الشناوي. أنا عارف شخصية الشناوي كويس جدا، وعارف إن هو عارف إن إحنا إن هو غلط، بس في نفس الوقت شخصيته قوية، يقدر يعدي الغلطة اللي زي دي، متأكد 1000000%، متأكد 1000000%. فده حارس كبير، ليه مننا كل المساندة والدعم كأهلاوية. مش بتكلم على قناة الأهلي ولا بتكلم على إعلام أهلاوي، لا أنا بتكلم على جمهور الأهلي بشكل كامل، ليك مننا كل المساندة والدعم وكل الثقة كمان فيه هو وزمايله وفي الجهاز الفني. ربنا إن شاء الله يكرمهم ويوفقهم ويجيبوا لنا أفريقيا ويجيبوا لنا كمان الدوري إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح، مراسل قناة الأهلي والمتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديد استاد مختار التتش، عشان نطمن من خلاله على آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الغد الهامة جدا أمام سموحة. يا فاروق مساء الخير. مساء الخير زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق، طمنا على استعدادات الأهلي الأخيرة لمباراة بكرة، حطنا في كل الأجواء والكواليس اللي بتتعلق بمران الأهلي الأخير النهاردة. سريعا كده يا امير، قبل ما يعني ما ندخل في استعدادات الفريق لمباراه سموحه، انا عايز اخد من كلامك نقطه مهمه جدا انت اثرتها في غايه الاهميه، ودي كانت نقطه من النقاط اللي مستر بيتسو موسيماني اتكلم فيها مع اللاعبين، قال لهم بالظبط كده يا امير، خلينا نحط كل خطا في او كل امر في حجمه الطبيعي، ما نكبرش الامور. بعض الناس اللي خرجت قالت لك اللعيبه بتلوم بعضها، ما فيش الكلام ده يا امير، ما لوم من اللاعبين، خلاص اللاعبين تعرف كم الخبرات اللي عند لعيب النادي الاهلي واسماء اللاعبين واوضه اللبس ودره، خلاص المباراه بتنتهي، الخطا بينتهي، خلاص بنبدا نركز في المرحلة القادمة. ده كان كلام مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين حتى بالامس امير، خلاص قال لهم مباراة وانتهت بكل ما فيها بايجابياتها بسلبياتها. النهارده الراجل مستر بيتسو موسيماني عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، اهم النقاط اللي هو اتكلم فيها يا امير، اتكلم على ضرورة استغلال انصاف الفرص، قال احنا مقبلين على مباراة مهمة جدا، هي مباراة النهائي الافريقي، مش عايز اتطرق ليها لان انا عندي بطولة دوري، انا برضو مطالب فيها ان انا بحافظ على الدوري، لكن انا بطالبكم ان احنا مقبلين على مباريات لا تحتمل ان انا اهدر الفرص تباعا، طالب اللاعبين بضرورة التركيز من أول الدقيقة الأولى لحد الدقيقة 90، ضرورة استغلال كل الفرص، وطالب اللاعبين أيضا أنا يعني مش محتاج أكسب 2 و3، أنا محتاج أكسب قادر أن أنا أجيب في الملعب 2 و3، أجيب 2 و3 و4، طالب اللاعبين بشدة التركيز. يعني عقب المحاضرة الفنية انطلق المران سريعا يا أمير، اللاعبين خلاص طووا صفحة مباراة بيراميدز، الجميع بيركز في مباراة سموحة المقرر إقامتها غدا على استاد الإسكندرية في تمام الساعة 9. النقطة الأهم كمان يا أمير النهاردة في تدريب النادي الاهلي ان هو دايما موجود في الميعاد، موجود في ظهر اللاعبين. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود النهارده مع اللاعبين في المران، بيقول للاعبين انا في الفرح معاكم، في التعادل، في اي شيء انا موجود معاكم. ودي نقطه مهمه، انت عارف يا امير النقطه دي بالذات عند الكابتن الخطيب ما بتحتاجش ان هي طلب من الكابتن، الكابتن موجود بيوجه رسائل للاعبين، ودوره واهميه وجود الكابتن الخطيب مع اللاعبين ليها امور كتير جدا. عايز برضو اطمنك على ايمن اشرف يا امير، ايمن اشرف طبعا كان غياب عن اللقاء الاخير للحصول على انذار الثالث، من المقرر ايضا ان هيغيب بدر بنون لحصول على انذار ثالث في مباراه دي مهمه بتاع بدر بنون دي يا فاروق، لان احنا ما شفناهاش في التلفزيون، يعني الناس اللي كانت بتتفرج على ماتش في التلفزيون ما شافوش ان بدر بياخد انذار ولا حاجه، فدي نقطه مهمة. وتأكيد منك ان بدر مش هيلعب المباراة الجاية بسبب الإيقاف، حصوله على الإنذار الثالث، صح؟
بالظبط يا امير، حصول على انذار الثالث في مباراه بيراميدز، بدر بانون هيغيب عن اللقاء الغد. ايضا عايز اطمنك على محمود وحيد اللي كان يعني اشتكى من كدمه بالامس ولم يستكمل المران الامس، النهارده محمود وحيد بطمنك بيأدي المران والامور كويسه بالنسبه لمحمود وحيد، رجع تاني لمحمود وبيستأنف مع الفريق تدريباته وبيكمل المران النهارده. ايضا موجود في التقسيمه الاساسيه، بنشوف محمود متولي، بنشوف كريم ندفد، ايضا محمد هانف بيواصل برنامجه التأهيلي. خلال اللحظات يا امير المران هينتهي، هيعلن مستر بيتسو موسيماني القائمه اللي هيتسافر ان شاء الله لدخول الفريق لمعسكر مغلق استعدادا لمواجهه سموحه باذن الله غدا في مباراه طبعا نتمنى فيها الفوز لفريق النادي الاهلي ومباراه مهمه جدا باذن الله يا امير. باذن الله فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره قال لنا كل الاخبار والتفاصيل اللي تتعلق باستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه سموحه، وطمنا منه على امور كتيره جدا. غياب بدر بنون يتعوض، عندنا ايمن اشرف موجود، عندنا رامي ربيعه موجود، كمان ياسر ابراهيم، ما شاء الله عندنا قائمه مميزه جدا من اللاعبين، ان شاء الله يكونوا موفقين بكره في مباراه سموحه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ناخد اخر فقرات الحلقه النهارده. يلا سؤال الحلقه النهارده كان ايه هو توقعكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراه الغد، او هل تتوقع ان يكون في تعديلات في تشكيل النادي الاهلي في مباراه سموحه؟ خلينا ناخد اجاباتكم وتفاعلكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي بميرنا اللي قالت اكيد المباراه لازم تبدا بقفشه كصانع لعب، وكهربا لازم ياخد فرصه، والشحات لازم يبقى موجود. وجهه نظر منا، لكن تبقى وجهه نظر المدير الفني اكيد هو اضرب كل شيء. احمد عادل قال مساء الخير يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد، اتوقع ان مستر موسيماني انه تقريبا مش هيغير كتير في التشكيل الا للضروره كاصابه مثلا او ايقاف، غير كده مفيش تغيير. الدوري اهلاوي ان شاء الله باذن الله يا ابو حميد، وفداك يا شناوي يا كبير. طبعا دي يعني مسانده جمهور النادي الاهلي للشناوي، فرحتنا كتير وما نقدرش نزعل منك، هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، لان يعني جمهور الاهلي غير، ومش بيقيم لاعب بغلطه، لا بيقيم لاعب بمسيرة كبيرة جدا، مسيرة الشناوي بقاله ما شاء الله 3 سنين أكثر من رائع يعني. عمر كمان قال هو التغيير الوحيد رجوع أيمن أشرف مكان ربيعة، بس غير كده مفيش تغييرات، وهيبقى أكيد في تغيير كمان حد يكون مكان بدر بنون الموقوف. دي كانت يعني بعض التفاعلات من جمهور النادي الأهلي على سؤال حلقة النهاردة، دي كمان كانت حلقتنا من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج، استنونا، إلى اللقاء.